دائما المتميزون مبتسمون ومبتهجون وفرحون، وما حققتموه من فرق نالت النصيب الأكبر في جائزة معالي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وكنتم خير مثال لتمثيل الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وبشهادة الجميع الفائزون مبروك، ومن ترشحوا مبروك، ومن لم ينالوا الصعود للمنصة أيضا مبروك، لأنها نعتبرها نحن محطة استعدادية لخوض جائزة برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، والذين أنتم أهلا له، وإن شاء الله تكون الإدارة في مصاف الدوائر الأولى في برنامج دبي للأداء الحكومي المتميز. وهنئ الفائزين، وهنئ فريق العمل، وهنئ كل من بذل، كل من أعداد قام بإعداد الملفات، وما ردود الفعل على مستوى الدولة ومن الخارج والتهاني التي تلقيناها إلا لما لهذه الجائزة من أهمية كبرى على مستوى الدولة. مبروك للجميع، وإن شاء الله نكون دائما متفائلين سعداء ومبتهجين.